السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. النزاهة تكشف مخالفات بصرف 800 مليون دينار لترميم مدارس في ديالى. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ 3 عمليات ضبط لمخالفات وجباية مبالغ خلافا للقانون في عدد من دوائر محافظة ديالى. وقالت دائرة التحقيقات في الأية في بيان أن فريق عمل مكتب تحقيق ديالى الذي انتقل إلى مدير تربية المحافظة بناء على مذكرة قضائية كشف مخالفات في عملية صرف مبلغ 791,238,634 مليون دينار، مشيرة إلى أن المبلغ المذكور هو ضمن الموازنة الاستثمارية للعام 2019 والذي خصص لترميم المدارس. وأضافت الدائرة إن مديرية التربية ارتكبت عدة مخالفات للضوابط في تنفيذ مشروع الترميم، لافتة إلى قيام فريق عمل المكتب بضبط 7 من مستندات صرف خاصة بالمشروع. وأوضحت إن ملكات المكتب في منفذ منديل الحدودي تمكنت بعد المتابعة من ضبط أحد موظفي المنفذ لقيامه بالتلاعب بأوزان الحمولات للعجلات والبضائع المستوردة مقابل مبلغ مالي يتقاضاه عن كل عجلة حمل، مشيرة إلى ضبط قوائم أشرطة ميزان تم التلاعب بحمولتها وإدخال عجلات دون وزنها، نواهة بضبط سجلات تحوي أسماء المخلصين الجمركيين الذين يتم أخذ الأموال منهم، أضافة إلى أعداد العجلات التي تم التلاعب بأوزانها. وأفادت الدائرة بقيامها برصد مخالفات قانونية في دائرة صندوق سكان ديالى، تمثلت بقيام الدائرة بجباية مبالغ مالية من المقترضين عن المعاملات كافة دون وصولات، مبينة أنها أوهمت المقترضين أن تلك المبالغ هي عبارة عن أجور نقل، لجان الكشف على العقارات المراد منح قروض بناء لها.